Persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah orang-orang tua kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa yaitu doa birrul walidain, yaitu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hab Al-Hadrami Al-Karim. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kini orang-orang tua kita diberikan kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Yang masih hidup di rumah kita diberikan panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحسن على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى حفظ الجناه من رحمة لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بترحم عليهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جواب رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وعمانك وعدل به عليهم لطائف برك واحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالفا اوزار وسيء اشرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المججع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نصورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا عليها كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم بارك لهم ذلك الولد الذي أشرفت قلوبهم والحناة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي سخرت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وزادهم على ذلك شعي الذي كانوا فينا شاعين ورعي الذي كانوا فينا راعين. أفضل ما جئت به سعاة المصلحين ورعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبرون لنا وانظر إليهم بعين رحمتك ما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيق من حق ربوبيتك فيما استغل به بحق تربيتنا وتجاوز عنهم ما كسروا به من حق خدمتك فيما آثرنا فيه من حق خدمتنا واعفو عنهم ما ارتكبوا من السبحات من عجل ما اكتسبوا من عجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليهم الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتجاوز وتحمل عنهم الظلمات ارتكبوها فينا اجتاروا لنا وسعوا علينا ولطفهم في مضاجيب لا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات
ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من الكربات ونسألك اللهم أن تجعله من أفضل نصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك خوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم كما سررتهم في اللهم كما سررتهم بنا في الحياة وشرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أحبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما يلوهم ولا تهزم فينا في أشكر الأموال بما نحدث من المخزيات ونعتي من المنكرات وشر أرواهم بعملنا في ملتقى الأرواح وشر أرواهم بعملنا في ملتقى الأرواح وشر أرواهم بعملنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بعبناء الصلاة ولا توقف منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء اجتراح اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة وفرديتها وتصدقنا من صدقة فنميتها ونسألك اللهم أن تجعل حظه منها أكبر من خدودنا وجسمه من أعزل من أجسامنا وشعره من سواب أظفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وناديتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المعمورين اللهم اجعلنا لهم قرة عيون يوم تقوم الأشهاد وأسمنهم منا أثياب النداء يوم التناد واجعلهم من أغباط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.